تاني حب يعمل خير هو ومراته، فقرروا يتبرعوا لجمعية إنقاذ حياة طفل، لأنهم سمعوا عن نشاط الجمعية في توفير حضانات للمواليد لغير المقتدرين. هاني لما راح مقر الجمعية اتفاجئ إن الجمعية على مدار 10 سنين قامت بعلاج أكتر من 30,000 طفل مريض، 10,000 عملية قلب، 8,000 عملية مخ وأعصاب، 2,500 حوادث طرق وعناية مركزة، 2,000 حالة أورام، 1,500 جهاز طبي للفقراء، 500 طرف صناعي، كفالة تعليم 10,000 طفل من أسر المرضى، سداد ديون أكتر من 1,000 غارمة ممن عليهم أحكام، 100 مشروع متناهي الصغر. كل ده تم بعد بحث الحالات بدقة من الفريق البحثي للجمعية المتخصص في بحث مدى استحقاق الحالات. هاني ومراته جابوا زمايلهم كمان يشاركوا في الخير ده، انت كمان ما تحرمش نفسك من الأجر. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. شارك معانا ولو بالقليل. بنك مصر، فرع إيزيس. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج من أحياها. النهاردة معنا موضوع مهم جدا، وهو تربية الأطفال في سن المراهقة. موضوع مهم للغاية، لكن دعونا نرحب بضيوفنا الكرام. أولا الأستاذ الدكتور دعاء النحراوي، معالج نفسي معرفي وسلوكي. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور. أهلا بحضرتك أستاذ مروان، شرفت ونورتي. شكرا. معنا طبعا الأستاذ مهند أحمد. أهلا وسهلا أستاذ مهند. أهلا وسهلا بك دكتور. اهلا وسهلا بحضرتك حبيبي. الاستاذه مروه عبد الفتاح والده مهند، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. مشاهدينا الكرام، تربيه الاطفال في سن المراهقه يعني حمل كبير جدا على الاسره، ويعني تكلمنا في سن المراهقه في الحلقات السابقه وبينا ازاي نتعامل مع الاطفال في سن المراهقه، لكن في بعض الاوقات بيكون في ضغوط ماديه ومعنويه على الاسره بتؤدي إلى بعض المشاكل الأسرية. من ضمن هذه المشاكل يعني ممكن طفلك يهرب منك أو يروح في مكان بعيد عنك، ده اللي حصل مع مهند. الأول هنسأل الأستاذة مروة والدة مهند، يعني حضرتك قبل ما ندخل في قصة هروب الأستاذ مهند، عايز أسأل حضرتك أنت إزاي أصلا في البداية بتتعامل مع أولادك في البيت؟ هو انا اصلا معلمه اولادي على تحمل المسؤوليه معايا. تمام. يعني انا ظروفي في البيت كذا، احنا معانا كذا، بجمع اولادي الاربعه. انا عندي 4 اولاد، ولد وثلاث بنات. تمام. بجمعهم بقول لهم مثلا احنا معانا النهارده مصروفنا في البيت كذا، ايه رايكم بقى هنجيب ايه؟ تمام. هنعمل ايه؟ كل واحد بيبقى يتعامل معايا بفكره، والحاجه الكويسه او اللي هي هتمشينا اليوم كله هي دي اللي بتمشي. هي دي اللي بتمشي. تمام. معلمة ولادي احنا النهارده رايحين المدرسه، في فلوس مصروف؟ تمام. مفيش اي مشكله خالص. تمام. مفيش حد مثلا عندي لا انا عايز ما نقفش قدام محل ونقول احنا عايزين كذا. تمام. خالص ما عنديش الكلام ده نهائي. بسيبهم لو انا مثلا تعبانه راح على المستشفى، راح للدكتور، راح باي حاجه، ممكن اسيبهم في البيت لوحدهم اليوم كله، مقفل عليهم ولا بيحصل اي مشكله خالص، الحمد لله. الحمد لله. تمام. لحد ما جه في يوم وحصلت مشكله، انا مش عارفه هي حصلت ازاي. مشكله مهند. بالظبط. تمام. عايز ارجع للدكتوره دعاء. دكتوره دعاء، الاستاذه مروه بتقول ان هي بتربي ولادها ان على تحمل المسؤوليه من الصغر. تمام. بعض الناس بي بي بيقول ان ده يعني ممكن يكون ضغط على الولاد في سن الطفوله، وان ده حمل عليهم وعبء، فايه راي حضرتك في الكلام ده؟
هو طبعا انا بحييكي جدا ان انت شكرا. بتخلي ولادك يتحملوا المسؤوليه معاكي، وده حاجه جميله جدا جدا جدا. بنعرفهم ازاي ان هم ايه الظروف اللي هم فيها، بنعودهم ازاي يتعاملوا مع الظروف مهما كانت، بيتعلموا يتصرفوا مع بكره ازاي ويشيلوا مسؤوليته ويحسوا بمامتهم ويقدروا المسؤوليه. الحمد فلغاية لله كده احنا حلو جدا جدا، الحمد لله تمام. ممتاز يعني ده أمر مبشر جدا. ويعني قصة حلوة إنها تعيش مع أولادها بالظبط يومها كله. بالظبط تمام. بالظبط. طيب أستاذة مروة، عايز حضرتك تحكي بقى يعني باختصار قصة اللي حصل مع مهند والقصة من بدايتها. باختصار احنا اكتشفنا ان في سنة في الوقت في الدراسة ان هو قعد شوية أيام كده ما يروحش المدرسة ما يروحش المدرسة. أو يوصل لحد الباب المدرسة ويرجع، ما يرجعش البيت طبعا. طب فين؟ ندور في السايبر. الدرس نفس الكلام. تمام. ففي يوم طبعا ابتديت بقى إن أنا ماشية ورا أخته، إن أخته الأصغر منه بسنة، تروح ورا منه في كل حتة. ففي يوم في اليوم ده رحت ورا منه الدرس ما لقيتوش، فأوريدي إن هي خلاص عارفة مع خط سيره، فراحت له السايبر. فهو كل مرة بيقف على السلم ومعلش طب احلفيني انتي مش هتضربيني، طب مش فيش عقاب، فطب خلاص خشي. فالموضوع بيهدى وبنخش. ففي اليوم ده ادخل، لا يعني ايه يعني مش داخل، طب هنتكلم، لا طب انا مش هضربك بس نتكلم، انت ليه عملت كده، مش داخل. وفجأة ومن غير اي كلام خالص فص ملح وداب، اختفى 6 ايام عن البيت، 6 ايام ست ايام بلياليهم. كان يوم حد بالظبط، كان يوم سبت العصر، العصر كان جدا، لحد الجمعة الساعة 9 بالليل. تمام. ما فيش مكان في اسكندرية، او ما فيش مكان في الجمهورية كلها انا مدورتش عليه فيها. تمام. دخلت المشرح، مستشفيات، تمام، إيسان، بتدور عليه في الاستحاليات، الاماكن دي. عند القطره، تجمع الاطفال في القطره، خلاص ما فيش اي حته خالص خالص خالص. انا بمشي في الشارع عيط الاقي حضرتك معاك فيسبوك، ممكن تنزلي صوره ابني وتقولي كذا، تمام، حضرتك اي حد في الشارع، تمام، صور في الشوارع. فطبعا الناس اللي هو كان عندهم قلقوا لما لقوا طيب صورته موجوده على الفيسبوك طب كتير. ثواني. طيب مهند، انت يعني ايه اللي بيخليك مثلا ما تروحش المدرسه او بتهرب من المدرسه وتروح السايبر؟ بص، هو بصراحه يعني في عيل بيجي قدام المعهد انت بيلم في المعهد ولا في المدرسه؟ في الاثنين، في السنتر. السنتر. السنتر تمام. فبلاقي عيل بيجي ايه يلم العيال، فالمدرس ما كانش لسه جه، يعني المدرس بيجي يتاخر نص ساعه ربع ساعه، فالولد بيقول لنا ايه تعالوا كلنا مش واحد بس، كلنا بيقول لنا تعالوا روحوا السايبر 10 دقايق قبل ما المدرس يجي. طب الولد ده مين؟ زميلكم معاكم في ال هو زميلكم في في الدرس. تمام ماشي. فبيقول لنا 10 دقايق، هو عمه بتاع سايبر، عنده سايبر. تمام. فهو بيجي يقول لنا ايه تعالوا نقعدوا شويه في السايبر 10 دقايق. تمام ماشي. ففي في العشر دقايق دول بيقول له الساعه كام؟ ان لا راح علينا الدرس ساعه. تمام. كل يوم على كده يعني ما تروحش الدرس؟ لا، هو مش قصده، هو بيروح علي يعني بيروح علينا الوقت بيعدي بسرعه. تمام. طيب مهند، يعني في اليوم اللي انت سبت البيت ومشيت، انت كل مع كل مره بتطلع تقف على السلم يعني تتحايل على ماما ان هي مثلا يعني ما تعملكش حاجه، طب اليوم ده ايه اللي خلاك تسيب البيت وتمشي؟ لا ما دخلتش زي كل مره وتهدي ماما وبعد كده تدخل؟ لا بصراحه اليوم ده كنت خايف فيه قوي، ما اعرفش ايه اللي حصل. تمام. قوي قوي ما اعرفش ايه اللي حصل. وبعد كده نزلت، ماما على اول الشارع كان ماما قالت لي ارجع، قلت لها لا، رحت ركبت جنب سواق توك توك، وصلت عند العوايد، رحت طلعت من العوايد عند منطقه سيدي بشر، رحت طيب عند البحر هناك. طيب هنتكلم في موضوع العوايد. دكتوره دعاء، في موضوع مهم جدا وخطير جدا وهو سبب يعني عدم او هروب الاطفال من المدارس او من الدروس او من يعني من الحاجه المهمه اللي هم بيعيشوها.
الا هو الفيديو جيمز والسايبر وبلاي ستيشن والكلام ده كله. ايه مدلولات ده وايه خطورته على الاطفال دي؟ هو مدلولات ده احنا بنلاقي في الجيمز اللي احنا بنلعبها او السايبر او الحاجات دي بنلاقي انجازات سريعه وبنلاقي نجاحات سريعه. يعني مثلا بتعدي الليفل في دقيقتين ثلاثه وتكسب بقى وتبقى شاطر وجميل، صح ولا غلط؟ ولعبه جوه لعبه جوه لعبه احنا بننتصر، ولكن بيكون انتصار حلو وذات مهاره بس في واقع لعبه. احنا عايزين انتصارات الحياه، تمام؟ تمام. احنا لما بنقرب في السن اللي احنا فيه احنا مطلوب مننا نذاكر ننجح اخر السنه. النجاح ده بيبقى بلاقي الدنيا بتاعته بعيده خالص، لسه حصلنا كام شهر، في حين ان انا في السايبر انا بنجح وقت ساعتها. تمام. في 5 دقائق وفي 10 دقائق. اذا النجاحات السريعه بالنسبه لي بتبقى نجاحات مضمونه. تمام. وسريعه جدا، وكله عايز ينجح، ما فيش حد ما بيحبش ينجح، ما فيش حد ما بيحبش انه ياخد تقدير، وده بيتوفر في السايبر والفيديو جيمز والحاجات يعني دي. يعني ده بتقول انه مثلا بيدور على اي حاجه ينجح فيها، طالما هو مثلا فاشل في الدراسه او فاشل في او يعني مش عايز نقول فاشل، احنا مش هنقول فاشل، هنقول ان هو نجاح سريع جدا ومضمون. بيدور على نجاح سريع ومضمون. بالظبط. في اي مكان. بالظبط. تمام. طيب مهند، عايز اسالك سؤال. انت لما سبت البيت ومشيت، تمام، بدات تروح فين او ايه اللي حصل معاك؟ بص، هو اول مره يعني اول ما مشيت رحت العوايد، بعد كده طلعت على سيدي بشر، رحت عند البحر. ايه كنتش يعني كنتش عارف ادخل. تمام. مش عارف تدخل الشط. اه تمام. فروحت يعني ده الراجل قال لي تعالى خش. دخلت، رحت دخلت الميه وتعرف ماشي. فرحت قلت عايز اروح بقى. فلكل مثل واحد ولا واحده يقولوا لي احنا مش منين، مش من هنا، من القاهره، ما نعرفش حاجه هنا. يعني انت اصلا كنت رايح تتمشى. بتتمشى كده، طلعت خايف من ماما او بابا وطلعت تتمشى تفك نفسك لحد ما يهدوا شويه وترجع. صح كده. تمام، كمل. فرحت كل مثل واحد يقول لي مش من هنا، لحد ما جه الساعه 4 برده ما حدش. قلت كبس عليا 4 العصر. لا، 4 الصبح. الصبح. تمام. فراح كبس عليا النوم. فقمت نمت وصحيت الصبح. قلت نمت فين؟ على الشط. كان في واحد طيب كده ربنا يخليه لامه. ماشي. فنايمني كده على بتاع سرير كده كانها اللي هم بيفتحوا عليها الشط. تمام. اللي هي الكرسي اللي بيتفتح على الشط. تمام. فراح فرد وراح حط عليها الشمسيه والكراسي. ماشي. فراح تاني وراح هو رحت انا نمت وصحيت الصبح. تمام. قلت يمكن حد يجي برده من اسكندريه من هنا، ممكن اعرف مكان. تمام. برده ما حدش عارف، كلهم مش من هنا، كلهم من القاهره. تمام. فبرده عمال اسال حد ما حدش لاقي. فجي ناس بتوع الشط اللي هم بتوع العوامات. تمام. شغلوني معاهم عند البحر، ما كنتش عارف اللي هم شغلوك معاهم. شغلوك معاهم ان انت على الشاطئ. يعني في مثلا واحد واحده نزلوا العوامه على الشط على البحر في البحر، انزل اجيبها. فانا في مره يعني كنت هغرق. كنت هتغرق؟ فغرقت بس هم طلعوني على اخر لحظه. فراح قالوا لي صورتك دي، قلت لهم قالوا لي طب يلا بينا. كان الساعه 7 بالليل. 7 بالليل. كانت الساعه 7 المغرب. يعني هم شافوا صورتك. شافوا صورتك على الفيسبوك. تمام، هتكلم في الموضوع ده بعدين. تمام. طيب انا عايز اسال حضرتك سؤال بالمره. في الفتره دي انت طبعا كنت بتبحث عنه في كل حته، يعني ابنك ضاع منك. تمام. عايز اسال حضرتك، انت تعاملك مع مهند بالذات، تمام، كان في ضرب وكان في خشونه وكان في كده؟ اوقات بحس ان الموضوع خرج عن السيطره. عن سيطره الكلام، التفاهم، الصداقه، الصحوبيه. خلاص. تمام. في بقى لازم يبقى في وقفه. طريقتك في الضرب بتكون ازاي؟ لا، ما انا ما بقدرش اضرب لان انا مريضه، يعني ما بقدرش امسك بايديا، ما بقدرش امسك بيه حاجه، ما بقدرش امسكه واضربه يعني. وكمان هو كمان لما بكون بضربه هو بيخاف يلمسني، الله اقع من وانا اي حاجه، فبيفضل ثابت فبيصعب عليا، فبسيبه لبابا. بابا بيكمل. لا، هم لما بيلاقوني بعيط بيسيبوا.
يعني في يعني انا اللحظه لما دي بلاقيهم بيضرب بضرب بيضرب الولاد جامد، فبتصعب عليا نفسي، ما اقدرش استحمل ان هم يضرب، هم اصحابي في البيت اصلا. تمام. الدكتوره دعاء، طريقه التربيه لازم يكون فيها شده؟ هو الرفق لازم يكون مصحوب او صاحب لكل حاجه في التربيه او في الكلام او في الحديث، ولكن لازم يبقى فيه حزم. مش شرط بقى الحزم ده يكون ضرب، ويفضل انه ما يكونش ضرب خالص. الضرب مش بنلجأ له الا في مراحل متاخره جدا جدا جدا، ويكاد يكون ممنوع اصلا الضرب. تمام. مش وسيله سليمه او وسيله فعاله او وسيله بناءه، ولكن بالتفاهم بنقدر نوصل مع اولادنا. الخطوره اللي بتقابلنا ان احنا مجتمع مفتوح جدا. الاغراءات بالنسبه لاولادنا بتكون شديده جدا. احنا ما بين شقي وراحة زي ما بيقولوا. تمام. ان احنا نمشي في طريقنا، وان احنا ناخد بالنا من ولادنا، وان احنا نقنعهم بوجهة نظرنا، في حين ان هم بيبقى لهم احتياجات وهم مش قادرين ياخدوا بالهم. يعني انا مع استاذه مروه ان هي بتحمل ولادها المسؤوليه، لكن مروان ما قدرش ان هو يدرك طبيعه المسؤوليه دي، بدليل انه لا مش جاي البيت، او بياخد فلوس الدرس بيروح. انا واثقه ان احنا كل حاجه بنتعلم منها، مروان واثقه جدا ان احنا التجربه دي هنتعلم منها ونبقى رجاله ومش هنكررها تاني، وواثقه جدا ان احنا هنفيد، نقول لاصحابنا اللي بيفكروا ان هم يسيبوا بيت اهاليهم ان ما حدش هيحبك قد بابا وماما، نومك في فرشتك ده تسوى الدنيا واللي فيها، صح ولا غلط؟ صح. صح، على الاقل بتلاقي حد بيخاف عليك. اما مهند طيب قوي، مهند. يعني يعني لما قال حد ساعده قال ربنا يخليه لامه، ده دليل على قد ايه هو حاسس سليم الفطره بالظبط كده، ان مامته بتحبه وكل حاجه. فكتير جدا من ولادنا اللي هربوا او عايزين يهربوا او بيفكروا في الهروب، هم ده مش بيكون طبيعتهم، ده بيكون يعني زي ما يقول حتة غضب أو حتة شيطانة أو حتة فهلوة دخيلة عليهم من الأصحاب أو، لكن مش بيكونوا هم عايزين كده خالص، مش هما يعني مش نابع من جوا. بالظبط بالظبط. تمام. طيب أستاذة مروة، قصة رجوعه من للبيت، يعني بعيدا عن الفيسبوك، تمام، قصة رجوعه للبيت، يعني انت قلت استغرق ست ايام في بره البيت، وجدتيه ازاي؟ في الاول احنا لقينا، يعني انا صعبت على رئيس المباحث بتاع المنطقه عندنا ونزل صورته على الفيسبوك، فطبعا هم اتخضوا. تمام. فاضطروا ان هم يجيبوه. انا مش عايزين ام يعني لا، هم قالوا كده، هم فكروا بابا بيشتغل في الشرطه فخافوا. خافوا ان هو يكون مثلا بس هم يعني هم اتصلوا اللي بيقوله مهند بيقول ان هم ما كانوش خاطفينه او مختطفينه. لا، ما انا هقول لحضرتك يعني على حاجه، هم ما كانوش هيجيبوه، هم تمام. كانوا عايزين يجيبوه، كانوا جابوه من اول يوم، لان هم ما يعرفوش بيتهم فين، بيت مهند فين. هو قال انا عايز اروح، قالوا انا اتعورت. طب انتوا جايين اربعه، حضرتك اتعورت، طب والثلاثه اللي كانوا مع حضرتك؟ تمام مظبوط. تمام. وبعدين هو مهند كان بيشتغل وكان بيدخلهم دخل، بيشتغل معاهم على الشط، هم ما كانوش بياخدوا له فلوس، هم كانوا اللي هم كانوا بيدوله ان هم كانوا بيدوله رغيف حته جبنه وفلافليه ونام يا حبيبي. تمام. إيه، عوامات، يبيع حاجات، يخلوه يلم البلاستيك من تحت الشماسي ويبيعها. بالظبط. حاجات كده. فاتصلوا بينا هم قبل منها بيوم، بيا وبوالده رقم واحد، اتصل بيا كل شويه يرن واحنا نقول الو الو، مفيش حد بيرد. فبعت رساله للرقم اللي اتصل. مهند كان حافظ رقم؟ لا لا لا، مش مهند، ما احنا حاطين رقمنا على الصوره. تمام. طبعت رساله، لو حضرتك عندك مهند هاته وما تخافش، اي حاجه في الدنيا تهون بس هاته. تمام. والا نمرتك هتكون في القسم الصبح. تمام. فانا طبعا ما بطلعش من الشارع، لان الناس معظم الناس يقولي هو ممكن على فكره يكون هنا في الشارع
وبيعدي يشوفك وبيخاف وبيرجع. فانا كنت قاعده مقيمه نايمه في في الشارع. فالصبح الشباب طبعا ابتدوا بيجوا بقى ايه مهند ظهر لا طيب احنا نازلين ندور. فقلت لهم لا ثواني بقى كده في رقم حصل كذا 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 بالليل والرقم ده اتصل على الرقمين. واحنا مش من العاده اللي احنا نحط الرقمين في صوره واحده. تمام. يعني كل صوره عليها رقم. تمام. طب هيتش الرقم فاتصلنا فالرد قال انا من ميامي. ومهند كان في ميامي. تمام. طيب لو مهند ما جاش النهارده احنا هنعمل كذا. تمام. ده الناس اللي اتصلت. تمام. فسكتنا وطبعا برضو بندور وبنسال وبنشوف وكده واخر حاجه كلام لما عرفنا ميامي طب احنا هنأجر عربيه وننزل ندور على كل شواطئ اسكندريه. تمام. مش هنسيب ولا شاطئ غير لما ندور. تمام. فلقينا الساعه 7 بالليل سويت وحد بيزعق وحاجات كده انا كنت طالعه غير هدومي وانزل. ايه مهند جه؟ مهند جه. تمام. مهند جه ازاي؟ جه لوحده؟ لا جايب اربع رجاله جايبينه جايين. تمام. فنزلنا جري مش عارفين ننزل. طب نلبس طب ننزل كده طب نرمي نفسنا من البلكونه عشان نوصل بسرعه احنا ساكنين في دور السادس. تمام. طيب هنتكلم مع حضرتك في الموضوع ده بس معانا اتصال هاتفي استاذ رمضان. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا بحضرتك اتفضل. والله انا يعني بالنسبه للموضوع ده يعني افراد المركبه فصليه في الفصل ذات نفسه واحد من ابناء الفصل يراقب الزمايل وفي داخل المدرسه برضه مراقبين يراقبوا في المدرسه. تمام. برضه يكون في مراقبه حتى في الشارع نفسه لازم يكون مراقبه من الاطفال ورجال البوليس. لان كده الوضع يعني لو استمر الوضع ده مش هنلاقي اطفال كذلك. تمام تمام يا استاذ رمضان. حضرتك عندك حق فعلا لازم يكون في رقابه شديده على السايبر وعلى الشوارع فعلا فعلا لازم يكون في رقابه. تمام تمام يا استاذ رمضان جزاكم الله خيرا شكرا لحضرتك يا استاذ رمضان. طيب اتفضلي كمل. نزلت لقيته حالته صعبه جدا جدا يعني انا من كتر ما انا شفته ما كنتش قادره اتحكم في نفسي. ريحته بشعه هدومه غرقانه ميه. متبهدل متبهدل بمعنى متبهدل. طيب. يعني يمكن الولاد اللي انا كنت بشوفهم نايمين تحت الكوبري الولاد اللي كنت بشوفهم نايمين في القطوره يمكن كانوا انضف مني. تمام. يعني سوري في اللفظ. فبصيت له كده يعني انت ابني. هو كان خايف ان اضربه. تمام. فبيقول لي انا اسف. قلت له انا اللي اسف انا اسفه لو انا كنت عملت حاجه تخليك ان انت تسيبنا. تمام. فقلت له الراجل اللي كان جايب قلت له يعني اصل انا اتعورت. قلت له يعني حضرتك اتعورت يعني انت واحد في ثلاثه في عشرات غيرك يعني لو هو ده ابنك. تمام. الحمد لله ورجع بالسلامه و خلينا نقول ان طيب. الحمد لله انه عنده ام زيك. تمام. فضلت تدور عليه ومرتي اس بالظبط وتقول للناس كلها وتناشدهم ان هو يرجع لغايه الحمد لله ما رجع. انا بس عايزه اقول لست انا شفتها بعينيا الشرطه جابت لها ابنها. تمام. رفضت تستلمه. عايزه اقول لها حرام عليكي. رفضت تستلم ابنها؟ رفضت تستلمه. عايزه اقول لها حرام عليكي ده ابنك ده نوكي يعني ما تعبتيش فيه شلتوش وهو صغير. اي ام تسيب ابنها بره البيت لحد الساعه 10 و11 بالليل دي ما تبقاش ام. اي ام ما تفكرش تسال على ابنها وتدور عليه وتشوفه وتطمن عليه هو فين بيعمل ايه بيحضر دروس ولا لا بيدخل مدرسته ولا لا المدرسين مبسوطين منه ولا لا اقول لها يبقى انت حرام تكوني ام. لان هي دي مسؤوليتها الاولى والاخيره. هي دي مسؤوليتها. انا جبتهم في الدنيا ليه؟ تمام. جبتهم في الدنيا عشان ان انا احبهم وراعيهم واكبرهم عشان يبقوا حد نافع في
في الدنيا دي، ولا جبتهم عشان سوري برضو في اللفظ ان هم يبقوا صيعه وفي الشوارع مرميين؟ جبتهم عشان ينفعوكي فيما بعد ان شاء الله ربنا يكرمك. انا امنيتي انا مش متعلمه وجوزي مش متعلم، بس انا امنيتي في الحياه ان انا اولادي يبقوا حاجه كويسه في الدنيا، بس ان هم يتعلموا، ان هم يبقوا يطلعوا دكتور ومهندسه ومحاميه ومدرسه. نفسي مش كتير على ربنا سبحانه وتعالى، ان شاء الله هيطلعوا احسن مما بتتمني. صح يا مهند؟ ان شاء الله. عايز اسال مهند سؤال، في الفتره دي حد اذاك، حد ضربك، حد شتمك، حد عمل فيك اي حاجه؟ لا انا كنت قاعد على البحر، بس لما اجي اسال واحد يعني مثلا الناس بتوع البحر دول بتوع عوامات، واحد في يوم واحد قال لي انا اتعورت. اتعورت؟ قال لي انا اللي عارف السكه مش هم. انت اللي عارف هو اللي عارف السكه مش هم؟ هو اللي عارف السكه بس مش هم اللي عارفين. يعني الناس اللي معاه مش عارفين. يعني انت كل يوم كنت بتقول لهم انا عايز اروح؟ يعني هو يعني مثلا واحد واحد مثلا واحد واحد في الشط. يعني بص مثلا الشط كبير واسع، تمام، انا بسأل بروح من اول لحد هناك، تمام، رايح جاي برضو محدش عارف. تمام. طب انت مش حافظ رقم تليفون ماما ولا تليفون بابا ولا لا؟ انا ما كنتش حافظ. دلوقتي انا حافظ اي رقم. دلوقتي انت حافظت اي رقم؟ بس ما كنتش حافظ دلوقتي. حفظناه كله. لا يلدغ المؤمن من جهر مره ثانيه. طب دكتوره دعاء، عايز يعني برضو يعني همسه في ودن يعني اطفالنا، لو هو اي طفل تاه من اسرته او يعني ضاع، كيف السبيل للرجوع للبيت؟ اول حاجه ما يخافش من ماما وبابا مهما حصل، ان هما دايما البيت هيفضل مكان امن لهم، يستقبلهم في اي وقت وباي شكل، وهو ده هيبقى المكان الامن والحضن الدافي لهم. تاني حاجه ان هو يلجا لاي حد، اي محل يسال عليه او يروح يعني المحلات الثابته احنا بنسال عنوان فيها، او يركب مثلا تاكسي ويروح البيت وماما تحاسبه او بابا يحاسبه او اي حاجه، ويقول لهم ان انا تايه وصلوني في الحته الفلانيه. فده بيبقى حل قريب جدا ان احنا ولادنا يرجعوا او يدوروا على طريقه رجوع امنه لهم. ده في حاله ان هم يخافوا مثلا يسالوا عسكري او حاجه، ولو اني مش شايفه ان هي حاجه تخوف. اذا راحوا وقالوا احنا وضعنا كذا 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 وانا عايز اوصل لمكان بيتي. تمام. استاذن حضرتك بس نكمل في الموضوع ده. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونرجع لحضراتكم مره اخرى. هاني حب يعمل خير هو ومراته، فقرروا يتبرعوا لجمعية إنقاذ حياة طفل، لأنهم سمعوا عن نشاط الجمعية في توفير حضانات للمواليد لغير المقتدرين. هاني لما راح مقر الجمعية اتفاجئ إن الجمعية على مدار 10 سنين قامت بعلاج أكتر من 30 ألف طفل مريض، 10,000 عملية قلب، 8,000 عملية مخ وأعصاب، 2,500 حوادث طرق وعناية مركزة، 2,000 حالة أورام، 1,500 جهاز طبي للفقراء، 500 طرف صناعي، كفالة تعليم 10,000 طفل من أسر المرضى، سداد ديون أكتر من 1,000 غارمة ممن عليهم أحكام، 100 مشروع متناهي الصغر. كل ده تم بعد بحث الحالات بدقة من الفريق البحثي للجمعية المتخصص في بحث مدى استحقاق الحالات. هاني ومراته جابوا زمايلهم كمان يشاركوا في الخير ده. أنت كمان ما تحرمش نفسك من الأجر. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. شارك معانا ولو بالقليل. بنك مصر فرع إيزيس. مشاهدي الكرام، مشاهدي قناة الصحة والجمال وبرنامج من أحياها، أهلا وسهلا بكم في بعد الفاصل.
عايز اتكلم في دور مهم جدا، وهو دور جمعيه انقاذ حياه الطفل، الجمعيه الراعيه لهذا البرنامج في رجوع مهند. وبالمناسبه دكتوره ايمان سلام، اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيها شفاء لا يغادر سقما، بتعتذر عن حلقه اليوم لظروف مرضيه. استاذه مروه، دور الجمعيه في رجوع مهند. اولا الجمعيه دورها معانا دور كبير، يعني مش مهند بس. تمام. للبيت كله. لا خلينا في مهند بس. مهند لما مهند في مشي، قصه مهند، اما مهند مشي انا بس ابتديت اسال عليه عند الناس طبعا وكده. تمام. فتخيلت ان هو ممكن يكون راح لهم الجمعيه. تمام. فاتصلت فردت عليا. هو متعود ان هو بيروح معايا. تمام. وعارف السكه وعارف المكان. جميل. فمهند جه عندكم قالوا لي لا في ايه؟ قلت لهم كذا كذا كذا. طبعا الدنيا اتقلبت من مكالمتي، قفلت معاهم السكه لانهم بيتصلوا بيا في ثانيه تاني، هاتي صوره وتعالي بسرعه. فروحنا طبعا انا ما قدرتش انزل لان انا بابا كان بيدور في مكان وانا كنت بدور في مكان، فلا انت روح سيدي جابر وانا بدور في المكان التاني. تمام. فروح طبعا في ثانيه الصوره نزلت على موقع الجمعيه. طبعا احنا الظروف ما تسمحش ان احنا نمشي كتير ومواصلات والكلام ده كله. طبعا الجمعيه كانت كل تقريبا المصاريف بتاعت ان احنا ندور فيها على مهند والعربيه اللي كانت بتنقلنا في كل مكان كانت الجمعيه هي اللي بتدفع فلوسها. مش من الفلوس بقى بس، ومش من الحاجات دي، لا، في حاجه اسمها المشاركه الوجدانيه. هي دي اللي كانت بتحسسنا ان احنا لينا قيمه. تمام. يعني الدكتوره ايمان سلام ربنا يشفيها ويعافيها رب. يا رب. كانت حوالي 20 مره في اليوم اتصال بالتليفون. انا نازله بالعربيه ادور بعربيتها الخاصه. كانت واخده هي عارفه مهند كويس قوي، يعني متعودين جدا على بعض يعني. انا نازله ادور. نفس الحكايه كل اللي كانوا بيشتغلوا في الجمعيه. تمام. اتصلوا الساعه 2 الساعه الفجر. مهند رجع حاجه في اي معلومه ان مهند وصل ولا لا. تمام. اما رجع بقى كان في حاجه كويسه قوي. مهند لازم يروح مستشفى عشان يتعمل له تحاليل كامله وكشف كامل. ممكن مهند يكون حصل له اي حاجه الوقايه خير من العلاج، او يشرب. تمام. اي حاجه بره. تمام. جميل جدا، راح تفكير سليم يا دكتور. خدوه ودوه مستشفى خاصه وكشف عليه كشف كامل. الدكتوره ايمان اتصلت بنفسها بالدكتور وقالت له لازم نعرف الولد اذا كان شرب حاجه، اذا كان تعاطى حاجه، اذا كان خد حاجه، اذا كان حد عمل له اي حاجه لازم نعرف. تمام. ولازم يعني. وبعد كده اخدوه وقعدوا يتكلموا معاه كتير الدكتوره ايمان. بسم الله ما شاء الله. وليه يا مهند، وشوف انت محتاج ايه، واحنا يعني لو ماما وبابا مش قادرين يوفروا لك مثلا ان هم يجيبوا لك حاجه دي احنا هنجيبها لك. تمام. بس ما تمشيش، بس ما تسيبش البيت. يعني مثلا دروس بيدفعوا فلوس هم للدروس، حاجات دور فعال. بسم الله ما شاء الله جدا يعني. جدا. اهم حاجه عندنا ان ابنك ما يطلعش من المدرسه، بنتك ما تطلعش من المدرسه. شوفي انت محتاجه ايه واحنا نقدمه لك. تمام. كل يعني اي حاجه احنا بنحتاجها بجد بجد. ما فيش مره اتصلت عليهم بالتليفون قلت لهم انا حد من ولادي تعبان غير لما تعالي بسرعه هنروح للدكتور. تمام. تعالي هنروح للمستشفى. انا عملت 3 عمليات هم كفلوا بيها تكفل تام. تمام. يعني الحقيقه ربنا يا رب يشفيها ويعافيها ويجازيها الخير يا رب. عن كل حاجه بتعملها. ومش انا بس، انا مش حاله واحده يا رب. احنا ربنا حالات الاف الحالات. ربنا يبارك لهم يا رب. دكتوره دعاء، احد المشاهدين او احدى المشاهدات بعتت استفسار لحضرتك، بتقول بنتي عندها 13 سنه وعندها صعوبه في التحصيل، عملت لها اختبار ذكاء وطلع نتيجته 79%، عندها صعوبه في التركيز والدكتور الدكتوره قالت لي انها مش محتاجه تدمج تعمل عمليه دمج، وبتقعد وقت طويل في حفظ جزء صغير، وعندها لا مبالاه من ناحيه التعليم مع اني مكرسه وقتي كله ليها، محتاجه نصيحه من الدكتور من الدكتوره تعرفني اعمل ايه.
طيب هو اذا كان الدكتور اللي بيشوف الحاله قرر ان هي مش محتاجه دمج، يبقى شاف ان نسبه ادراكها ووعيها نسبه كويسه، تمام. يبقى في الحاله دي ان احنا بنشوف بنمشي معاها واحده واحده، وبنشوف ايه هي الجوانب اللي واقعه منها وبنركز عليها عشان نوصل في النهاية لتحصيل كامل، تمام. وبنشوف دوافعها من الناحية التعليمية، هل عندها دوافع ولا لا. يعني هي وضحت في استشارتها أو سؤالها إن البنت مش غاوية أو مش مهتمة بالعملية التعليمية، ففي الحالة دي إحنا بنشوف دوافع البنت هي مش مهتمية ليه. هو فعلا أنا لو مش مهتمية بحاجة، لو أنا بتفرج على حاجة أو فاتحة قدامي التلفزيون ومش بصاله ولا معلومة هتدخل من التلفزيون في دماغي، إلا إذا قررت أني أتفرج أو قررت أني أشوف إيه اللي بيتقال ده. فالأول بشوف الدوافع، بشوف الحاجات مدى إدراكها السمعي والبصري والحسي بالنسبة للمادة المقدمة ليها أو مجموعة المواد، بشوف التحصيل على كل مادة وصلت فيها لحد فين. يعني في مواد ذات طبيعة تراكمية زي الرياضة مثلا، هي لو وقع منها جزء من سنتين ثلاثة فبالتالي هي مش هتحصل بعد كده إلا إذا وصلت حصلت الأجزاء السابقة. الرياضة واللغة نفس الكلام، فبنشوف إيه بالظبط هي وقفت لغاية فين، بنشوف الدوافع عندها، بعد كل ده بنحدد هي محتاجة إيه. تمام. طيب نرجع للموضوع بتاعنا اللي احنا طرحناه. تمام. الأستاذة مروة يعني هي بتتعامل مع ابنها يعني برأفة وبرحمة، تمام؟ طيب في بعض الأسر بيتعاملوا يعني بطريقة فيها شدة وشراسة، تمام؟ وما بيتقبلوش الأخطاء، أخطاء الأطفال أو أخطاء أبنائهم. نصيحة حضرتك ليهم إيه؟ انا عشان اخد منهج معين او اعمل بيه لازم المنهج ده يكون على طوله او فعاليته هيديني النتيجه اللي انا عايزاها. تمام؟ تمام. طيب انا اذا قررت اني اهين ابني او 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 او، هل ده هيخليه هيديني النتيجه اللي انا محتاجاها منه ولا لا؟ لو مش هيديني النتيجه، لو طبيعته ما بتجيش بكده او بعمل كده ومفيش نتيجه، يبقى دي مش نتيجه فعاله، يبقى على الفور ان انا اغير النتيجه بتاعتي عشان احصل على نتيجه احسن من كده. احيانا الاولاد بيتعمدوا ايذاء الاب والام ان هم ما بيسمعوش الكلام لاعتقادهم بالتقصير في حقهم، او لاعتقادهم ان هم بيفضلوا اخوات عليهم، او مش مهتمين مين بيهم والحاجات دي كلها. فلازم اعرف بالظبط الدوافع بتاعت الولاد وبناء عليه بتصرف على هذا الاساس. تمام. استاذه مروه، طريقه التعامل مع مهند او مع اولادك عموما اتغيرت من بعد الموضوع ده ما حصل؟ جدا. تمام. جدا. بقيت يعني بتتعامل معاهم ازاي؟ مفيش ضرب خالص خالص خالص. في غلط حصل، طب هنقعد ونتكلم ليه؟ ايه اللي حصل؟ تمام. طيب احنا هنقول لك بس ما تقوليش لبابا. تمام ماشي، بس ما تشرطش عليا، هنتكلم مع بعض وبعد كده هنحل الموضوع كله، بعد كده في الاخر خالص هنجيب بابا بالليل ولما يجي من الشغل يا بابا حصل كذا 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 كذا. بس ايه، هو مهند او شروق او شمس وعدوا ان هم الحاجه دي مش هتتكرر تاني. يعني الخطا بيتكرر مره اخرى ولا ما بيتكررش؟ لا، لما بنتكلم. تمام. بنتكلم ونقعد مثلا نقول ايه، طب انت خدت فلوس الدرس صرفتها ورحت بيها السايبر، وانت عارف ان مثلا الظروف مش سامحه ان انا اقدر اجمعهم لك مره ثانيه، او اقدر اجيبهم لك مره ثانيه، او هجيبهم منين. انا في مدرس قال لي لو انت مش قادره تعلمي ابنك قعديه طلعيه يشتغل ميكانيكي. قلت له انا هبيع هدومي ومش هطلع ابني من المدرسه. فاما هو سمع، اما انا قلت له مدرسك قال لي كذا 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 كذا، ايه رايك؟ قال لي لا انا هتعلم. بدا الخطا بيتكرر ولا الموضوع يعني بدا يتطور؟ لا لا، ما هو بدانا بقى ان احنا نبقى مثلا ايه 20 يوم كويسين ويوم يحصل فيه لازم كدا. لازم يعني في احنا لازم هيحصل الحاجه. فانا مش هسيب بقى فرصه ان اليوم ده يبقى 2 و3 و4. تمام. لا طب خلاص، انا بقى حسيت ان في ممكن يحصل الموضوع ده تاني، فلا انا هلبس وهنزل معاك.
بتلبسي وتوديه الدرس او المدرسه؟ بفضل قاعده لحد ما بيخلص. احنا ساعات كنا بنروح الساعه 9 بالليل، ننزل من البيت الساعه 11 الصبح نرجع الساعه 9 بالليل. تمام. طبعا بوريه بقى ان انا معاك من 11 ل 9 سايبه اخواتك الصغيرين لوحدهم، هم اللي بيعملوا الاكل وهم اللي بيسخنوا وهم اللي بياكلوا. طب ممكن الامور تحرق نفسها، طب ممكن شروق يحصل لها مشكله. تمام. طب ممكن حد يحصل له حاجه. طب لا خليكي وانا هعمل كذا. ابتديت من الاسبوع ده ان انا اديله الثقه. تمام. انا هديك الثقه. جميل. انت تنزل. بس الثقه دي ليها شروط. جميل. انت خدت مني الثقه وانا لقيتك كويس، فانا هعمل جمعيه مثلا وهجيب لك الكمبيوتر اللي انت عايزه. جميل. تمام. تمام. طيب دكتوره دعاء، الطريقه بتاعت استاذه مروه في التعامل مع مهند بعد اللي حصل طريقه صحيحه؟ هي طريقه جميله قوي. طيب كونها ان هي تنزل معاه في يعني في الدروس وفي كل وقت، ده مش يعني حمل عليها؟ بص هقول لك حاجه، يعني هي ام تانية ما هي ممكن تهبده في الحيطه وتخلص، يعني انت عامل فيها كده ليه وسايب اخواتك؟ لكن هي بتقدر نعمه ربنا سبحانه وتعالى ليها. تمام. وفاهمه دورها كويس وفاهمه انه غالي عليها قوي، وانه فتره فترات ربنا هيهديه ويصلحه كده لما يحس بتعب امه معاه، وهو بدا فعلا ان هو يستجيب ويبقى انسان كويس. اذا ربنا الحمد لله بيكلل تعبها بالنجاح. ولما اليوم يبقى يعني نوصل لأي شت شوية، خطأ مسموح بيه بس ذك يعني حركة ذكية جدا، لأن مش هسمح باليوم ده يبقى يومين أو ثلاثة. دي حركة جميلة. الله ينور. بصراحة يعني حقيقة فعلا كويس. مهند انت حاسس ان انت اتغيرت؟ قوي. مش قوي. مش قوي بصراحة. يعني بقى هتتغير ان شاء الله. طب نفسك تطلع ايه؟ ما اعرفش لسه. ازاي حلمك تطلع دكتور مهندس؟ لا لعيب كوره. وحلمي اطلع لعيب كوره. لعيب كوره؟ طب بتشجع الاهلي ولا الزمالك؟ لا اهلي يا جدع. جميل. طيب انت مستواك كويس في الدراسه؟ اه ما شاء الله ربنا يبارك. دكتور ايه المشكله؟ المشكله انه كويس في الدراسه؟ اه هو فعلا يعني هو خساره. هو انت حضرتك لما تروح تشتكي لازم تطوري فيه، او حضرتك لما تروح تشتكي المدرس تقول له ابني بيعمل كذا كذا كذا، فيبص له كده ويمشي ويرجع لك تاني يقول لي ما انا مش عارف اعاقبه. فاقول له ليه؟ ليه حضرتك؟ يقول لي للاسف انه شاطر. بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك. طيب دكتوره دعاء، الدروس المستفاده من القصه دي ونصيحة للأسرة والطفل بالمرة. طيب. يا وجالة. طيب هي الدروس المستفادة إن ولادنا ياما هنشوف منهم. كل طبعا طفل بنشوف منه على حسب البيئة بتاعته أو على حسب أصحابه بيعملوا إيه. تمام. فهو الطفل بيكون نتيجة بيئته أو أصحابه. تمام. ولكن ما دامت الاسره هتفضل تحتوي ابنها فهي هتزيل تاثير البيئه السامه، لان بسمي دي بيئه سامه. البيئه اللي بتشجع الولاد انها تطلع من المدرسه او ما تتعلمش او تاخد فلوس الدروس توديها حاجه ثانيه، دي بيئه سامه على طول. تمام. فلو الاسره حرصت تمام الحرص ان هي تحمي ولادها من البيئه السامه دي هتنجح. تمام. تمام. ولكن الامر محتاج وقت ومحتاج مجهود، ولكن في النهايه بيكون بنلاقي نتيجه وهم يستاهلوا. يستاهلوا التضحيه. بالظبط. ربنا يبارك في اولادنا يا رب. يعني موضوع شيق ومهم للغايه بصراحه، يعني ولو قعدنا نتكلم فيه مرات ومرات مش هنخلص الكلام فيه. يعني ربنا يبارك فيك يا مهند ويقر عن امك وابوك بيك وتكون حاجه وتفرحهم بيك دايما. مشاهدينا الكرام، في موضوع اود ان اتحدث فيه وهو موضوع ايجابي، يعني زي احنا لما بنتكلم عن السلبيات هو موضوع بعيد عن موضوع الحلقه.
زي ما بنتحدث عن السلبيات لابد ان نتحدث عن الايجابيات، الا وهو موضوع التكافل المجتمعي. في مبادرة لمجموعة من الشباب اسمها مبادرة ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. المبادرة دي بتتكلم عن حملة تبرع بالدم. المبادرة دي بدأت من مركز ومدينة أبو حمص وبالأخص في قرية بلقطر الشرقية. يعني الحملة دي مهمة جدا، لابد ان احنا نعممها في عموم الجمهورية، وان شاء الله الجمعة اللي جاية دي في قرية جواد حسني، والجمعة القادمة ان شاء الله في قرية بلقطر الشرقية. الشيكات بتكون مع احد ابناء القرية للاستخدام فيما بعد، حالة مريضة، حالة محتاجة دم، نقل دم، بتكون الشيكات موجودة تصرفها من اي بنك دم. يعني في نهاية الحلقة لا يسعني إلا أن أشكر الأستاذ الدكتور دعاء النحراوي، معالج نفسي معرفي وسلوكي. شرفت ونورتي. شكرا. شكرا. شرفت ونورتي يا مهند. شكرا. شرفت حضرتك يا أستاذة مروة. شكرا. شكرا. مشاهدي الكرام، في نهاية الحلقة لا يسعني إلا أن أشكر حضراتكم على حسن المتابعة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.